أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث تأملات في الدعوة النبوية لاستقبال شهر رمضان. على أبواب شهر الله تعالى وفي آخر جمعة منه كانت خطبة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في استقبال شهر رمضان، وفي هدي هذه الخطبة تربت أجيال المؤمنين والتزمت بالعمل بها في شهر رمضان، وفي ضوء ذلك في غير شهر رمضان. في هذا الحديث أقف عند تأملات في الخطبة بالاستعانة ببعض فقرات دعاء الإمام السجاد عليه السلام الذي كان يدعو به إذا دخل شهر رمضان، وبالاستعانة كذلك ببعض الروايات وبعض فتاوى الفقهاء المرتبطة بشهر رمضان والعمل فيه. مصدر الخطبة النبوية، مصدر النص الذي أوردته هنا، هو كتاب الأمالي للشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق أورد هذه الخطبة النبوية في كتاب عيون الرضا، في كتاب معاني الأخبار، في كتب أخرى، فضائل الأشهر الثلاثة. وهذه الخطبة عموما لا يكاد يخلو منها مصدر من المصادر الرئيسة. أشير في البداية إلى السند وشيء من أهمية السند. الرواية بحسب ما أوردها الشيخ الصدوق في الأمالي تتضمن أسماء ثمانية أئمة، يعني سند الرواية هذه اللي عن خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تتضمن أسماء الأئمة من الإمام الرضا سلام الله عليه إلى الإمام الحسين عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا. قبل أسماء الأئمة الثمانية، الرواة الموجودون كلهم من الرواة الموثقين مع وجود اختلاف في شخص أكثر عنه الشيخ الصدوق الرواية وبأسماء مختلفة مما يرجح أنه ثقة. بعض علمائنا كالمجلسي الأول يقول السند موثق كالصحيح، إذن عموما السند معتبر. حول عظمة الشهر، نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم افتتح الخطبة بقوله صلى الله عليه وآله: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. أول شيء خلينا نتفق أنه نشيل ذهننا من الرتاب اللي تعودنا عليها، وأنه إذا سمعنا شغلة مرة خلاص ما عارفينها. هذا بيقفل واحد وبيسافر له على مطرح، بصير يشوف شو قصته وين رايحه.
هناك أسرار في هذه الخطبة إذا أمضينا العمر ونحن ندقق فيها سنظل نكتشف أننا أمام جواهر جديدة جملة وتفصيلا. كلام النبي صلى الله عليه وآله وحي يوحى، إذا نحن كأننا أمام آيات القرآن، وكلما تدبرنا فيها كلما اكتشفنا معاني جديدة. أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور. أديش معناها أفضل الشهور؟ بس إجا ببالنا شي مرة أنه أفضل الشهور من معانيها أنه أفضل من الأشهر الحرم، أفضل من شهر رجب، من ذي القعدة، من ذي الحجة، أفضل، أفضل من محرم، أفضل الشهور. نقرأ عادة أو نسمع أفضل الشهور وانتهت القصة، بعدين نقرأ عن الأشهر الحرم نتصور أنه هي أعظم شيء. صح، أشهر الحرم أعظم من سائر الشهور ما عدا شهر رمضان. طيب، شهر هو عند الله أفضل الشهور، يعني شو؟ يعني واضح أنه أيامه أفضل الأيام، وساعاته أفضل الساعات، وليالي أفضل الليالي. طيب ليش رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أفصح من نطق بالضاد؟ بعد ما قال شهر هو عند الله أفضل الشهور، قال وأيامه أفضل الأيام. يعني انتبهوا له المسألة، ما تمروا عليها مرورا عابرا. أيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات. خلينا نشوف كيف تحدث الإمام السجاد سلام الله عليه وارث الحسين والنبيين سلام الله عليهم أجمعين، كيف تحدث عن عظمة هذا الشهر. كيف شرح الإمام السجاد سلام الله عليه هذه الفقرة من خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ كثير مهم أن المؤمن اللي بده يتعامل بطريقة أفضل مع شهر رمضان يقرأ قبل شهر رمضان وأول أوائل شهر رمضان، يقرأ الخطبة النبوية المباركة، ويقرأ دعاء الإمام السجاد عليه السلام إذا دخل شهر رمضان بعد، ويقرأ دعاء الإمام السجاد في وداع شهر رمضان. ليش في وداع شهر رمضان؟ لأنه إذا ودعت شخص وبعد ما راح صاروا يمدحوا لك إياه، بتقول يا ريتني أني كنت منتبه هيك حتى استفيد من وجوده. إذا ما أرينا دعاء وداع شهر رمضان وانقضى شهر رمضان، حينئذ نأتي لنقرأ دعاء الإمام السجاد عليه السلام في وداع الشهر، يا شهر الله الأكبر، ما كان أمحاك للذنوب، إلى آخره. إذن يشعر الإنسان أنه ما أعطى الاهتمام اللازم لهذا الشهر. بينما إذا كان قد اطلع على هذا الدعاء، طلعه مرة أو مرات، الوضع بيختلف. الإمام السجاد سلام الله عليه في دعائه إذا دخل شهر رمضان يقول: شهر رمضان شهر الصيام وشهر الإسلام وشهر الطهور وشهر التمحيص وشهر القيام. بعد: الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فأبان فضيلته على سائر الشهور بما جعل له من الحرمات الموفورة. هذا الشهر لأنه أعظم حتى من الأشهر الحرم، له خصوصيات، هي المحرمات اللي لازم الصائم يلتزم بتركها، والفضائل المشهورة منها ليلة القدر، فضيلة من الفضائل ليلة القدر. فحرم فيه ما أحل في غيره إعظاما، وحجر فيه المطاعم، يعني منع فيه الأكل والمشارب والشرب إكراما، وجعل له وقتا بينا لا يجيز جل وعز أن يقدم قبله ولا يقبل أن يؤخر عنه. شهر رمضان يعني بوقت شهر رمضان، الصلاة كتابا موقوتا، وهذا شهر موقوت. ثم فضل ليلة واحدة منه على ليالي ألف شهر، الألف شهر فيها أشهر حرم، على ليالي
ألف شهر، وسماها ليلة القدر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام دائم البركة إلى طلوع الفجر على من يشاء من عباده بما أحكم من قضائه. اللهم صل على محمد وآله، وألهمنا معرفة فضله وإجلال حرمته. إذا هو شهر أفضل الشهور ومطلوب منا أن نتعامل معه باحترام بإجلال، أن نعرف عظمة وجلالة هذا الشهر، إيانا أن نقع أسرى العادات. وجاي شهر رمضان وبدنا نصوم ونظلنا كل واحد طريقته وأجواءه، وبصير يدور على بعض الأوقات اللي بعض الأعمال اللي ضيع فيها وقت حتى يستعين على الصوم. تكثر السوالف والظهرات والعبرات، بعدين بعد الإفطار أنواع المآكل، ولا كأنه في حرمة للشهر رمضان، ولا كأنه الشهر شهر رمضان نهائيا. فرق كبير بين من يهاب هذا الشهر ويحترمه ويعظمه ويجله فيتعامل معه بوعي، وبين ما يتعامل معه أسير العادي والهم الأكبر اللي عنده إنه المسكين رح يصوم هالقد، وبمجرد ما يجي وقت الإفطار بده ينتقم من الجوع ومن العطش ويتحول هيك إنسانا متخما لا يقوى على تسريح فكره فضلا عن العبادة، فيقع في ظلمات البطن وتفارقه الفطنة بطبيعة الحال، وما بيستفيد من الشهر نهائيا، بل بالعكس تكون النتيجة من شهر رمضان خسارة عجيبة لهذا الشخص الذي لم يتعامل مع الشهر بتوقير وإجلال. طيب، هذا عن عظمة الشهر، أو هذا شيء عن عظمة الشهر. فماذا عن عظمة المدعوين؟ ماذا عن كرامة المدعوين؟ المدعوون أهل كرامة الله، أهل كرامة الله. وحدنا عادة يتعامل مع الضيف بإكرام خاص، كل البشرية تعامل مع الضيف، الضيف له خصوصيته، وبمقدار ما يكون الشخص قادرا على تسهيل للضيف وخدمة الضيف يخدم ضيفه ويوفر له ما يمكن حسب استطاعته. فإذا قادر ينزل بجناح مستقل ومنفصل وخدم وحشم وإله طبيعا يقدم له. طيب، فكيف سيكون ضيف الله عز وجل؟ كيف سيكون ضيف الله سبحانه وتعالى؟ جعلتم فيه من أهل كرامة الله، هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله. إذا بكرة واحد منا بيقول له جايك دعوة من رئيس البلدية أو من المختار أو من رئيس الشرطة أو مثلا قائم مقام محافظ كذا، دعوة، دعانا للضيف، بصير يهتم بالموعد وبده يرتب أموره تهيئة للضيافة، في دعوة من الله عز وجل. يا ريت هالقلب بيتعامل شي مرة من هالسنين مع شهر رمضان مع الدعوة إليه على قاعدة أنها حقيقة دعوة من الله عز وجل داعينا شهر رمضان. قليلة هذه. إذا قيل لنا دعوة من الإمام صاحب العصر والزمان عجل تعالى فرجه، ودعوة من الإمام العسكري، ودعوة وهكذا إلى أن نصل إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، ودعوة من الزهراء عليه السلام، ودعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، في إلك 14 دعوة. شو منشعر؟ كيف منحس؟ طيب، الدعوة من الله عز وجل أعظم من الدعوة من 14 معصوم، كيف نتعامل معه؟ ما هي هذه القسوة في القلب المسود المربد
المجخي بعض الروايات كالكوزي مجخية كأنه مجحي مايل، أملته الذنوب وسودته الذنوب القلب. ما هي هذه القسوة؟ بحيث أنه يتعامل مع دعوة الله عز وجل وكأنها دعوة جار يعني بروح غصبا عنه، من باب الخجل راح لبى الدعوة هيك بس، ولو بيقدر ما يصوم ما بيصوم، وإذا إجت فرصة يسافر بيسافر، وبعدين يمكن يقضيه إنكم شيء الشغل هذا. طيب إذا كان لا بيصوم، بيصوم كيف يتعاطى مع وقت الصوم؟ هل يصوم حقيقة؟ هل ينتبه أنه في بيت الله؟ شو معنى ضيف الله؟ يعني صار بمكان، المكان الله عز وجل رفع من قيمته بحيث صار كل مكان كأنه بيت الله، يستضيفنا الله عز وجل في أرضه التي هي دار عباده المتقين، والبقية مش متقين مطلوب منهم يشتغلوا حتى يصيروا متقين. يستضيفنا حيث نحن في بيوتنا في بلادنا. في شهر هو أفضل من الشهر الذي يستضيف فيه الحجاج الذين تكتب أسماءهم في شهر رمضان، يستضيفهم في البيت الحرام في مكة. إذن شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله. كثير منيح واحدنا ظل يفكر شو معنى ضيافة الله؟ أنا مدعو لضيافة الله؟ إلهي من أنا حتى تدعوني؟ هذا باب للتفكير كبير. روي عن الإمام محمد الباقر عليه السلام أنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وآله في آخر جمعة من شعبان فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إنه قد أظلكم شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، وهو شهر رمضان، فرض الله صيامه وجعل قيام ليلة منه بتطوع صلاة كمن تطوع بصلاة 70 ليلة فيما سواه من الشهور، وجعل لمن تطوع فيه بخصلة من خصال الخير والبر كأجر من أدى فريضة من فرائض الله عز وجل، ومن أدى فيه فريضة من فرائض الله كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه من الشهور. وجعلتم فيه من أهل كرامة الله. مين؟ أنا صاحب الدواهي العظمى، أنا الذي على سيده اشترى. يجعلني من أهل كرامته. كم هو هذا الحنان؟ كم هي هذه الرأفة؟ بعد أنفاسكم فيه تسبيح، الأنفاس المليئة بالغيبة بالحقد، الأنفاس المزروعة مغمسة بالحقد والضغائن والاستهزاء من هذا وذاك وبالعجب، ملوثة بأدران عجيبة غريبة، يرفع من شأننا شأن الزمان والمكان. إذا أنا غريق بحر الذنوب تصبح أنفاسي في هذا الشهر عبادة، أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة
وعملكم فيه مقبول عادة وحدنا بظل يبذل جهد حتى يقبل عمله، إنما يقبل الله من المتقين. هون عم بتعامل معنا عز وجل بكرمه أنه أنت متقي، كأنك متقي تقبل أعمالك. وعملكم فيه مقبول ودعاؤكم فيه مستجاب. إلهي حالت بيني وبينك الذنوب ولم ترفع لي إليك دعوة ولم تسمع لي صوتا، لكن جاء شهر رمضان فإذا أنت تقول لي دعاؤك فيه مستجاب. هذه الدعوة عامة لجميع الناس. مش بدي النبي صلى الله عليه وآله الخطبة أيها الناس إنه قد أقبل إليكم، دعوة لجميع الناس. شو معنى الدعوة لجميع الناس؟ الدعوة لجميع الناس يعني للمؤمنين وغير المؤمنين، غير المؤمنين، للمسرفين على أنفسهم، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، وللذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وللذين هم من الأكثرية، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني للمشركين، وللذين هم من الأقلية وقليل من عبادي الشكور، وللذين هم من الثلة، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. كلهم 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 هؤلاء جميعا طرا مدعوون جنبا إلى جنب مع السابقين، السابقين والأبرار والمقربين. شو التناسب؟ بس رحمة الله عز وجل. الدرس الأول الذي ينبغي أن نقف عنده النصاحب. في حدا بهالوجود بيحترمنا، بيحبنا، بيكرمنا. إذا تدكدكت المشاكل، الأمراض، الخصوصيات المختلفة، العداوات، الخصومات، الحكومات الجائرة، الله عز وجل بده ينتشلنا من قلب المشاكل والعداوات الشيطانية، ويريد أن يطمئننا وهو معكم أينما كنتم. يا عبادي، يا عبادي، ينسبنا إليه، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. سبحانك ما أكرمك، سبحانك ما أكرمك حقا وصدقا. ويا ليت هذا القلب القاسي يدرك بيقين بعض معاني فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب. أو يدرك هذا القلب المسود بعض معاني إلهي جودك بسط أملي، جودك كرمك بسط أملي، وعفوك أفضل من عملي، أفضل من عملي، وما أنا وما عملي، وما أنا وما عملي. ليت هذا القلب يدرك بعض هذه المعاني فيردد بيقين. إلهي، بعض فقرات المناجاة الشعبانية اللي بعد عنا وقت قصير للتفاعل معها في موسمها الأبرز، طبعا تقرأ على مدار السنة، لكن مفترض واحد يغتنم فرصة آخر شعبان بالإكثار من الأعمال التي ورد التأكيد عليها. خصوصا أذكر بألف مرة لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ألف مرة بكل الشهر، واللي بعض ثوابها عبادة ألف سنة ومحو ذنوب ألف سنة، بالإضافة إلى أن من قالها يخرج من قبره ووجهه يتلألأ كالبدر، بالإضافة إلى أنه يكتب صديقا. ألف مرة لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون.
ليت هذا القلب يدرك بيقين بعض هذه المعاني فيردد: إلهي فسرني بلقائك يوم تقضي فيه بين عبادك، إلهي اعتذاري، إلهي اعتذاري إليك اعتذار من لم يستغن عن قبول عذره، فاقبل عذري، فاقبل عذري يا أكرم من اعتذر إليه المسيئون. إلهي لا ترد حاجتي ولا تخيب طمعي ولا تقطع منك رجائي وأملي، إلهي لو أردت هواني لم تهدني، ولو أردت فضيحتي لم تعافني، إلهي ما أظنك تردني في حاجة قد أفنيت عمري في طلبها منك. هذه الضيافة الإلهية تذكرنا بهذه الفقرة التي سأقرأها الآن. إلهي إلهي لم يزل برك علي أيام حياتي، فلا تقطع برك عني في مماتي. إلهي أنت في الدنيا عورتنا اللطف والكرم، فكيف ستقطع برك عنا بعد الموت؟ إلهي لم يزل برك علي أيام حياتي، فلا تقطع برك عني في مماتي. إلهي كيف آيس من حسن نظرك لي بعد مماتي، وأنت لم تولني إلا الجميل في حياتي. إلهي تول من أمري ما أنت أهله، وعد علي بفضلك على مذنب قد غمره جهله، على مذنب قد غمره جهله. إلهي قد سترت علي ذنوبا في الدنيا، وأنا أحوج إلى سترها علي منك في الأخرى. إلهي قد أحسنت إلي إذ لم تظهرها لأحد من عبادك الصالحين، فلا تفضحني يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. هذا في تحضير للدعوة، يعني بطاقة الدعوة النبوية تبدأ ببيان عظمة الشهر وعظمة المدعوين وأنهم من أهل كرامة الله.